شباب وعلى شباب. من يومين كنا في الكويت وكنا بنشيد بجمهور النادي الأهلي في الكويت. النهاردة في السعودية، والحقيقة زي ما حضراتكم شايفين دايما شكرا لكل جمهور النادي الأهلي، دايما انتوا اللي بتخلونا نتكلم، انتوا اللي بتخلونا دايما نبقى مبسوطين. النهاردة الواحد وهو داخلين نتكلم عن فرحة جمهور النادي الأهلي بعد فوز فريقه، داخلين نتكلم عن كل هذا الجمهور الرائع اللي وقف ورا فريقه. وأنا متخيل، أو مش أنا متخيل، أنا متأكد إن الجمهور اللي حضراتكم شايفينه ده كان سبب رئيسي في الأداء اللي حضراتكم شفتوه. الناس اللي اتفرجت على الشوط الثاني تحديدا من مباراة النادي الأهلي ونادي دومر السعودي، هذه المباراة الحقيقة النادي السعودي عنده مجموعة من اللاعبين المحترفين على أعلى مستوى، جايبين لاعبين على أعلى مستوى، نادي مودر السعودي جايبين لاعبين على أعلى مستوى، وبالتالي قدر النادي الأهلي إن هو يعمل مباراة رائعة. وخلي بال حضرتك، إحنا عندنا مجموعة من اللاعبين المصابين غايبين، وعندنا ما عرفناش نجيب أو لم يسعف الوقت إن إحنا نجيب محترفين من الخارج، لأن حاولنا إن إحنا نتكلم مع مجموعة كبيرة من المحترفين، ولكن بسبب ظروف المباريات اللي بيلعبوها في سواء في أوروبا أو في آسيا كان صعب إن هم يبقوا متواجدين في بطولة السوبر جلوب مع النادي الأهلي. وبالتالي أنت بتعتمد على مجموعة اللاعبين الشباب المحترفين اللي موجودين في النادي الأهلي، ولكن مع هذا الجمهور ما عنديش أي مشكلة. هذا الفريق، فريق كرة اليد، كان خسران من الزمالك في الدور قبل النهائي من حوالي أسبوعين. النهاردة زي ما حضرتك شايف الجمهور عامل إزاي، شعبية جارفة في كل مكان، ويقول لك أصله لا خلينا نتكلم عن الجمهور الأهلي، لكن جمهور الأهلي في كل مكان زي ما حضرتك شايف. ده جمهور النادي الأهلي في السعودية، من 3-4 أيام كان جمهور النادي الأهلي في الكويت، وزي ما حضراتكم شايفين كانت ملحمة في الكويت من أول ماتش الأي لآخر مباراة، المباراة النهائية. النهاردة أنا متأكد أن لو النادي الأهلي حتى وصل للمباراة النهائية كل مباراة هتلاقوا عدد الجمهور في تزايد، عدد جمهور النادي الأهلي في تزايد. فزي ما حضراتكم شايفين حاجة محترمة جدا وحاجة جميلة جدا، ولكن بالمناسبة ده الطبيعي بتاع جمهور النادي الأهلي. أي فريق في العالم تاني مش هتلاقيه بهذا الشكل. فريق مودر السعودي من الفرق الكويسة في كرة اليد بالمناسبة. لكن مع هذا الجمهور الحقيقة حاجة حلوة جدا. أنا مش عايز أمشي من اللقطة دي، أنا عايز أفضل أتفرج على هذه اللقطة، خصوصا إن أنت بقى موجود في السعودية وموجود وسط بيتك وسط أهلك، تحس إن أنت وسط ناسك، يعني حاجة جميلة جدا جدا. شكرا لهذه الاستضافة الرائعة، وشكرا لكل أهلنا وإخواتنا من جمهور النادي الأهلي اللي موجودين. خلينا نسمع شوية يا سمير لو سمحت. عايز اكلم كابتن ياسر نبيه بقول له لو عايزيننا نيجي معاكم، لو ينفع يعني نلعب سله او نلعب طايره او نلعب هاندبول في وسط هذا الجمهور، تبقى حاجه رائعه جدا.